سياسية هي رسالة من النخبة السياسية على أن هذا الشعب هذا راه فقير وأن هذا الشعب راه محتاج، ولكن حنا بغينا نشوفوا شكون اللي خلى هذا الشعب فقير ومحتاج. أنتم كنخبة سياسية فقرتوا الشعب، هلكتوه، ما دافعتوش عليه، بالمقابل كتجيو تفرقوا عليه أنت القفة مقابل الخيرات أو مقابل أنه يصوت عليكم. فللأسف الشديد في غياب المحاسبة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، هاد الناس باقا كدير اللي بغات وباقا كتهين هاد الشعب بهاد القفة اللي يعني كنتمناو من وزارة الداخلية أنها تدخل على الخط وأنها تحاسب أي واحد كيفرق هاد القفاف هادو ويكون كينتمي لشي جمعية اللي عندها الولاء للأحزاب السياسية. السلام عليكم. هاد القفة هادي اللي كتجي لهاد البلاد هادي كتشوف أحزاب سياسية والناس ديال الجمعيات هما اللي كيتكلفوا بالقفة، كيفرقوها على من بغاو بالتليفون. واش كاين شي قفة بالتليفون؟ لا تعقل. ملي كتشوف مقدم كيمشي يدق على واحد لاباس عليك يقول لها هاك القفة، وهذوك الناس اللي محتاجين ما كيمشيوش عندهم. علاش؟ حيت هذاك السيد اللي غيمشي عنده عطا القفة غادي يلقاه غياخذ من عنده 100 درهم، غياخذ من عنده 4000، ولا شي عندي انا راه ما عنده ما غيستافد مني. وانا راه ما كنطالبش بالقفه، راه ما كنطلبش السعايه، وحنا كنطالبوا بالاستفاده ديالنا. حنا ما باكاش، حنا راه ما خاصناش الدقيق والزيت والسكر وعشاي مره في العام. وملي كتشوف المغرب واحد جاي من اسرائيل على الفيسبوك كيفرع في القفه، اش غتقول واحد مسلم؟ اش غيقول الله؟ ملي كتشوف رئيس اللائحة، رئيس اللائحة كيشوف هذاك اللي كيصوت عليه هو اللي كيعطي القفة. لا تعقل صاحبي، لا تعقل. اش غتقولوا لله؟ ولا إله إلا محمد رسول الله. الله ياخذ فيهم الحق، وهذيك القفة ديوها لوحوها وريلي كي ياخذ القفة. راه ما عندوش النفس، ما كيدارش على حقه، ما عندوش النفس. علاش غندير انا بقرعة الزيت وقرع وباكيت اتاي وباكيت القهوة وخمسة كيلو ديال السكر على طول العام؟ هذيك القفة راه خلصت لكم انا وهذا وهذا، خلصت لكم الدوبل. راه على الماو الضو زدتوا عليا في الشهر، زدتوا عليا 80000 فرانك، 16000 ريال اللي عطيتو لخويا ولا اللي عطيتو لامي ولا اللي عطيتو لصاحبي. 16000 ريال راه زدتوا عليا في الماو الضو.